البيريدونتيوم. اوكي، شو يعني البيريدونتيوم؟ بيري معناها اراوند. شو يعني بيريدونتيوم؟ Around the dentin. Around the teeth. Around the teeth. إذا هي structures اليوم بدنا نتعلمها around the teeth. لكن ليش احنا بنتعلمها؟ لأنه إذا هي هاي structures كان فيها خلل ما راح يقوم السن بوظيفته. يعني تخيلوا واحد انتم ضربتوه بوكس كسرتوا له الالفيلر بون، ممكن انه ياكل على هاي السن؟ اكيد لا. اوكي، اذا الجم لتكون ملتهبه كيف ممكن يكون وضعنا؟ اذا هون احنا راح نتعلم هاي الستركتشرز وراح نبدا فيها بالتدريج. اذا the tooth is anchored to the surrounding alveolar bone by periodontal ligament، وهي تعلمناها. الالفيلر بون directly surrounding the tooth cavity بنسميها cribriform plate. اوكي، اذا الالفيلر بون اللي على طول بتشبك مع البيريدونتال ليجمنت بنسميها cribriform plate. اللاير اوف cribriform plate into which the collagen fibers of the ligament are anchored بنسميها bundle bone. اذا bundle bone وcribriform plate. طيب من الجهة الداخلية هي كانت، هلا بنشوف الجهة الخارجية. يعني البون اللي تحت الجنجيفا على طول بنسميه cortical plate. اذا هون انتم فكروا بساندويتش، اوكي، الكورتيكال بليت والكريبريفورم بليت. طيب كريبريفورم اند كورتيكال بليت ار بوث كومباكت بون، واحنا تعلمنا دائما انه السبونجي بيكون مغطى بطبقتين من كومباكت، وهذا الحكي كان لكل الفيشال بونز مش بس التيث، الفيشال بونز. اذا ار سيبريتد باي سبونجي بون ان ذا سنتر اوف الفيلر بون. The bone inferior to alveolar bone هي الجو بون. إذا بدي تتعلموا تفرقوا بين الجو بون مثلا الماندبل وبين الالفيلر بون اللي بيقعد فيها السن. أوكي، إذا هون في عنا الجو بون بنسميها البيزل بون. أوكي، it's very thick. إذا بدنا نشوف إحنا وياكم الالفيلر بون. لو افترضنا إنه عنا هون الـ A اللي هي السيمنتم، هون حتكون دنتين وهون راح يكون البلب، اوكي، او الروت كانال. بدنا نشوف هون البيريدونتال ليجمنت، هاي الفايبرز تبعينها اللي هي البي بيريدونتال ليجمنت. هيها بيري معناها اراوند بيريدونتال ليجمنت. في عندنا طبقه اي، شايفينها؟ هي الطبقه اللي دخلوا فيها الفايبرز تبعون البيريدونتال ليجمنت، هي البندل بون. أما السي اللي هي كريبريفورم بون، الكريبريفورم بون اللي هون هي أشمل من البندل بون. البندل بون هي جزء من الكريبريفورم، أوكي، هي اللي بتدخل فيها الفايبرز تبعت الكولاجين فايبرز اللي هي سميناها شاربي فايبرز. وإذا أنتوا لاحظتوا إنه عندنا هون رغم إنها كومباكت بون السي الكريبريفورم ما في إلها بيريوستيوم. طيب بينما البندل بون اللي هي بدها تكون بالخارج او هون الكورتيكال بون اللي هي تحت الجنجيفا بده يكون عليها بيريوستيوم. اوكي، طبعا الاف اللي هي سبونجي بون، اوكي، والدي اللي هي مارو كافيتي اوف سبونجي بون. اوكي، طيب لو طلعنا للخارج راح نشوف احنا وياكم اللي قلنا عنها نوت شون اللي هي الكورتيكال بون اللي بيجي عليها مباشرة الجم. طيب إذا خلينا نشوف الانتردنتال سيستم. يعني لو رحتوا على سن وسن،
هل في بينهم عظم ولا لا؟ شو رأيكم؟ مين عندي هون؟ خلينا نسمعه. ضحى، هديل، صندوقة. نعم دكتور. بين السن والسن في بون ولا لا؟ طيب بتعرفوا شو معنات بوني ساكت؟ ايه زي جيبه، هو المكان كان اللي بقعد فيه السن. زي طيب بدي تتخيلوا الماندبل مثلا اللي هو البيزل بون، بدي تحطوا فوقه كاسات، اوكي كاسات، وفي كل كاسه بده يقعد سن. اذا بين السن والسن في بون ولا لا؟ موجود بون. اوكي هذا البون بنسميه انتر دنتال بون، اوكي. ولو ما كان موجود كان ما اشتغلت ولا عرف ولا عرفتوا تعملوا تقويم لحدا، اوكي. إذن the bone between teeth is called the interdental septum, composed entirely of a cribriform plate. طلعوا عندي هون. هي البي اللي هي البيريدونتال ليجمنت of one teeth. وهان عندي البيريدونتال ليجمنت of the other teeth. وهون في عندي البون اللي بيناتهم. أوكي؟ اللي هو بنسميه interdental septum. واضح؟ طيب. كان كله كريبري فورم، ماشي، ما في عندي هون كورتيكال بون. هلا رح نحكي احنا وياكو على البيريدونتال ليجمنت. يعني شو بدنا نضيف على المعلومات اللي احنا نعرفها عن البيريدونتال ليجمنت؟ اول شيء عشان تعمل اورينتيشن، لو قلنا انه A الدنتين، B شو بدها تكون؟ سيمنتم. C اللي هي البيريدونتال ليجمنت. الاي طلعوا الاي اللي هون اللي هي كانت interstitial space. اذا within the periodontal ligament رح نشوف interstitial space. هاي الinterstitial space اللي فيها blood vessel. طيب الدي اللي هي البون الاستيون، اوكي استيون يعني compact bone. الاف اللي هي الارست لاينز ان كريبريفورم بليت، والجي اللي هي كريبريفورم بليت، اوكي اللي هي كانت كومباكت. اذا هلا راح نشوف البيريدونتال ليجمنت. طبعا one minute بليز. اذا كانوا زمان بيعتبروا انه البيريدونتيوم تبدا من البيريدونتال ليجمنت، بس بدي احكي لكم انه في ليتريتشر الجديده بيعتبروا السمنتم هو اول جزء من البيريدونتيوم. يعني السمنتم مش جزء من التيف، هو جزء من البيريدونتيوم. والدليل على هيك انه بتشكل لاحقا. إذا البيريدونتال ليجمنت كانت anchored in cementum of the tooth and the bundle bone layer of the cribriform plate. فيها interstitial spaces containing blood vessel and nerve وين موجودين؟ between the collagen bundle of the periodontal ligament. هلا both cementum and the cribriform plate can show arrest lines indicating alteration in the deposition of cementum and bone by cementoblast and osteoblast respectively. The alveolar bone is compact bone, okay, and show osteons اللي هي الهابرجن system. Sorry, كمان مرة. إذن في عندنا هون مصطلح
بنسميه non-functional periodontium. شو يعني non-functional periodontium؟ In the absence of the function of the tooth, the periodontal ligament become narrow and loses the organization of the fiber bundle. طلع عندي هون ال B اللي هي السيمنتر، ال C اللي كريبريفورم بليت، وال A اللي هي البيريدونتال ليجمنت، صارت نارو لعدم استخدامها. اوكي طيب، هلا في عندنا جينجيفال اند الفيولر كريست فايبرز، بدنا نشوف البيريدونتال ليجمنت. المور سيرفايكال ريجن اوف الفيولر بون از ذا الفيولر كريست، هي الفيولر كريست اللي هو سي. طيب the cervical most fibers of the periodontal ligament attached to the alveolar crest. Okay. Gingival fibers extend from the cervical cementum. Hi, I'm gingival fibers A. Extend from the cervical cementum, أعلى إشي بالسيمنتم, of the tooth into the gingiva. تربطها مع الجينجيفا. إذا الجينجيفا هون تطلع لمستوى فوق الألفيلار كريست. أوكي؟ الألفيلار كريست كان مثبت مع السمنتم بألفيلار كريست فايبرز، وفي أعلى منه كانت اللي هي الجينجيفال فايبرز، تربط الجينجيفا مع السيرفايكال سمنتم. هلأ بدنا نشوف في البيريدونتم شو انواع اخرى من الفايبرز، يعني اتجاهاتها. بدنا نعرف انه هاي الليجمنت كانت تربط السن بكل ما يحيط به، يعني في الروت على الجنبين، اوكي، وتحت وفوق عند الجنجبه. اذا الابيكال تو ذا الفيولار كريست فايبر جروب اوف از ذا هوريزونتال فايبر جروب. هي الهوريزونتال فايبر جروب اوف ذا بيريدونتال ليجمنت. طيب اذا دي اللي هي الالفيولار كريست اخره، البي اللي هي الالفيولار كريست فايبرز، السي اللي هي الجينجيفال فايبرز، والاي اللي هي هوريزونتال فايبر جروب. هوريزونتال يعني باتجاهها، هوريزونتال حتضلها هيك تنزل لوين؟ لتوصل لعند آخر جزء بالروت. آخر جزء بالروت هنلاقيها عملت أوبليك بشكل مائل. إذن أبيكال تو ذا هوريزونتال، أبيكال يعني باتجاه الأبيكال فورامين يعني لتحت. في عندنا الأوبليك فايبر جروب of the periodontal ligament. أوكي إذن طلعوا كم اتجاه أو كم نوع، كم جروب عندي. في عندي الجينجيفال فايبرز، في عندي الفيولار كريست فايبرز، في عندي هوريزونتال فايبرز، اوكي هاي ثلاثه، في عندي اوبليك فايبرز هاي اربعه، وبعدين بنيجي وين؟ على السن او على الروت من تحت. من تحت هون راح يكون في عندنا فايبرز تربطها مع الاندرلاينج بون. In the region of the apex of the root is the periapical fiber group. هاي اللي هي المجموعة الخامسة، بيري أبيكال فايبر جروب of the periodontal ligament. طيب البيري أبيكال فايبر جروب هاي راح تسمح لنيورو باسكولار باندل انها تمر between these fibers to enter the apical foramen. اذا في عنا بيري أبيكال فايبر جروب اللي هي A هون، C اللي هي الأبيكال فورامن، و هون البي نيوروفاسكولار باندل. طيب شو بيميز هون البيري ابيكال؟ انها بيربنديكولار. اوكي in the region of the apex of the root the periapical fiber group of the periodontal ligament in neurovascular bundle هون بتمر مباشره. هلا بدنا نشوف
إذا كان مالتي روتد تيث. إذا كان مالتي روتد تيث البيرودونتال ليجمنت راح تعمل انتر راديكولار فايبر جروب اللي هي المجموعة السادسة. أوكي؟ هون عندي بي اللي هي انتر راديكولار بون، وهون عندي 1 روت وأذر روت. هون البيرودونتال ليجمنت شو راح تعمل؟ انتر راديكولار فايبر جروب. Located close to the crown، قريبة على crown فوق هي. أوكي؟ Between the roots. This attached to interradicular bone اللي هي هيها interradicular bone. أوكي؟ طيب. هلا عملنا المالتي روتد، بدنا نطلع وين؟ Between two teeth. البيريدونتال ليجمنت شو راح تعمل؟ إذا راح تعمل transseptal fibers. Transseptal fibers. The transseptal fibers extend from the cementum of one tooth over the interdental bone. هاي الانتردنتال بون اللي كان between two teeth. أوكي. وهي cementum of one teeth وهي cementum of the other teeth كانت بتشبك بيناتهم أو بتقطع بيناتهم، سميناها transseptal fibers. إذن هاي هي المجموعة السادسة من الفايبرز. These fibers keep all the teeth aligned. أوكي؟ إذن تشبكهم كلهم ببعض. طيب هون في عنا الانترستيشال سبيس اللي حكينا عنها اللي بتكون وين؟ within the periodontal ligament. الانترستيشال سبيس are regions of loose connective tissue located between periodontal fibers. between بين مجموعات الفايبرز اللي حكينا عنها، هاي مجموعة وهي مجموعة، في عنا safe place مكان آمن للblood vessel وللnerve. This region contain fibroblasts, blood vessels, and nerves, and are responsible for providing nutrients للperiodontal ligament and cells of the cementum. لأن اتفقنا إنه cells الموجودة في cellular cementum كانت بتمد canalic coli باتجاه الperiodontal ligament عشان تتغذى منها. أوكي؟ طيب إذا ست مجموعات من الفايبرز بدي تعرفوها. هلا شو ممكن نشوف في البيريدونتال ليجمنت؟ اوكي، ممكن نشوف remnants of the epithelial root sheet. remnants of the epithelial root sheet that remain following its disintegration during root formation وبنسميها epithelial rests او بسموها epithelial rest of malices. these are located in the periodontal ligament. هاي عنا البي اللي هو cementum. 1 minute please. إذن هون هاي الإبثيليال ريست، أوكي، اللي راح تكون من بقايا الديفلوبمنت ممكن نصادفها في البيريدونتال ليجمنت. إذن شو ممكن يطلع منها؟ إذا بتتذكروا السيمنتيكلز. طيب هلا بدنا نشوف انترميديت زون ان ترانسميتد اند بولارايزد لايت. إذن ان ذا ديفلوبمنت in the developing periodontal ligament during eruption of the tooth, فينا three zones can be recognized. الزون اللي هي القريبة على السيمنتم، والزون اللي بتكون قريبة على البون، والانترميديت زون. إذا هاي ثلاث طبقات. طلعوا عندنا هون ال A اللي هو البريدنتين، أوكي. ال B اللي هي سيركم بلبل دنتين. السي اللي هي المنتل دنتين، اوكي، والدي اللي هي كانت بيريدونتال ليجمنت. اوكي طيب هل بولارايزد مايكروسكوب لقينا البيريدونتال ليجمنت؟ هاي طبقه قريبه على السيمنتم وطبقه قريبه على البون، والطبقه اللي بالنص اللي هون اللي هي الانترميديت. طيب This zone represent a transition zone between the original structure of the dental sac and the adult structure of the periodontal ligament. في البولاريزد لايت it apparent that the collagen fibers run in the direction opposite to those in other zone. يعني مبين هون ان اتجاه الكولاجين فايبرز يختلف عن الاتجاه هون والاتجاه هون. اوكي طيب هاي اللي هي الانترميديت زون اللي بنشوفها في البيريدونتال ليجمنت. هلا بدنا نتعلم بون ريسوربشن.
إذا فهمتوا البون ريسورشن بدكم تفهموا كيف التقويم راح نعمله، أوكي؟ توث موفمنت باي نورمال ميزيال دريفت أو أورثودونتكس، يعني بحركات المضغ أو بفعل تقويم، أوكي؟ هاي تحريك السن can cause cementum and bone resorption. يعني احنا عارفين انه السيمنتم والبون مربوطين بريدونتال ليجمنت، فلو شدينا بجهة رح ترتخي البريدونتال ليجمنت بالجهة المعاكسة، اوكي؟ اذا هون tooth movement toward the cribriform plate، اذا سحبنا السن لهون رح ترتخي البريدونتال ليجمنت، اوكي؟ stimulate osteoclast to resorb، يعني هون رح الاوستيوكلاست تهدم بون لانه احنا بدنا نجيب السن بهذا الاتجاه. فكركم بالجهه الاخرى شو رح يصير؟ رح يصير بناء للعظم، فرح يصير تحريك لمكان السن، وهذا اللي ما يعرف بالتقويم. اذا هون stimulate the osteoclast to resorb bone to make room for the new position of the teeth، عشان تعمل له space. The scalloped shaped reabsorbed area is called، هاي المنطقة اللي انتو شايفينها هون بنسميها resorption lacuna. إذن هون direction of tooth movement، لما عملتوا تقويم سحبتوا السن بهذا الاتجاه وشدتوه، اوكي، ايش صار؟ الاوستيوكلاست اللي هون هدمت البون بهذه المنطقة وصار في عندي هون resorption lacuna. الجهة المقابلة صار فيها bone deposition. Tooth movement can cause bone deposition. إذا tooth movement away from the cribriform plate، إحنا سحبنا السن هون بعيدا عن the cribriform plate فانشدت البريدونتال ليجمنت، فلما صار شد في البريدونتال ليجمنت البون خاف عليها تنقطع، فراح بنى بون هون إضافي. النتيجة إنه اتحرك مكان السن، أوكي؟ إذا tooth movement away from the cribriform plate stimulate osteoblast to lay down a new bone, thus filling in the space left by resorption of the tooth. واضح؟ إذا الجهة اللي سحبناها باتجاهها صار فيها هدم، والجهة اللي سحبناها منها صار فيها بناء للبون. New bone بكون بداية woven bone and extend from the arrest line. The periodontal fibers are anchored in this new bundle bone. إذن هون A اللي هي direction of tooth movement، هون B اللي هي the newly formed bone اللي هو woven bone، أوكي، وعنا C اللي هي arrest lines اللي كانت آخر إشي وهاي جديدة، أوكي. إذا بدنا نشوف الووفن أند لاميلار بون، يعني بكل بساطة الووفن بون ما في لاميلا وبكون اسمه برايمري بون، أوكي، واللاميلار بون بكون مور هاردر. نيو ووفن باندل بون has a different appearance than the lamellar bone which it has replaced in the groove in this ground section of the tooth and bone. خلينا نشوف هون الـ A اللي هي كانت osteon of lamellar bone، الـ Havergian system إذا بتتذكروا، إذا هون compact bone. الـ B woven bundle bone، ما فيش فيه osteon. الـ C اللي هي periodontal ligament، والـ D اللي هي cementum، أوكي؟ إذا هون الفرق بين لو رحنا على الـ previous image وشفتوا القديم مع الجديد، العظم القديم مع العظم الجديد راح يكون بهذا الشكل. العظم القديم اتفقنا انه بيكون كومباكت، اوكي، ولكن الجديد ما بيكون كومباكت، بيكون ووفن باندل بون بداية، بعدين بصير كومباكت. طيب خلصنا البريدونتال ليجمنت وشفنا الريسوبشن والابوزيشن اوف ذا بون. هلا بدنا نحكي عن جينجيفال ابيثيليوم، اوكي. الجينجيفال ابيثيليوم فيسينج ذا توث از ديفايدنج انتو، اللي كانت بتواجه السن مباشره
كانت تنقسم لقسمين. سالكيلر اللي هو من سالكس يعني unattached. اوكي. Non-attached epithelium. وهيها هون. Unattached. وjunctional اللي هي attached epithelium. هلا بدنا نشوف الattached مع مين attached. اوكي. رح تكون non-keratinized junctional epithelium, non-keratinized epithelium. The gingival epithelium facing the oral cavity is keratinized. Okay. وفيها ريتي ريدجز. أيهم. Okay. إذا هون الإبيثيليوم اللي facing the oral cavity كانت keratinized. أما اللي كانت facing the teeth كانت non-keratinized. فيها إذا كيف عرفنا أنها keratinized؟ فيها ريتي ريدجز اللي هي extension of the stratified squamous epithelium into the underlying lamina propria. إذا الجينجيفال epithelium اللي facing the tooth قسمناها لقسم اللي هو sulcus, sulcular و junctional. في عندنا هون rigorous epithelial attachment on cementum. بدنا نعرف إنه with age لما تشوفوا مريض كبير بالسن بدنا نعرف انه الجينجيفال ايبيثيليال اتاشمنت تو ذا سيمنتم ريجريس بتتراجع. يعني طلع سي اللي هي جنكشنال ايبيثيليوم. اوكي. اي اللي هي دنتال كيوتيكل. السهم بورينا اياها دنتال كيوتيكل. والبي اللي هي سالكولار ايبيثيليوم. بدنا نعرف انه هون في تراجع. Sometimes a dental cuticle, dental cuticle اللي هي C, okay. عفوا اللي هي A. السهم بورينا إياها. Okay. Dental cuticle forms numerous inflammatory cells. بصير فيها التهاب هون. Many red dots in connective tissue اللي انتو شايفينهم هون النقط هذه اللي هي inflammation. Indicate the the existence pathological process اللي هي gingivitis. إذا متى بصير regression تراجع للإبيثيليال attachment عن السمنتم؟ في حالات الـ old age وحالات الالتهاب. طيب خلينا ناخذ بريك ونكمل. Good. البيريدونتيم مفهوم؟ إذا 5 minutes break. هلا رح نحكي عن البلب، البلب of the teeth. لو عملنا سكشن منه شو رح نشوف؟ اوكي؟ وشو بنستفيد من دراستنا للبلب؟ اوكي؟ هلا أول شيء البلب كافيتي. والبلب شو الفرق بينهم؟ الكافيتي هو المكان، بس البلب اللي هو الماتيريال اللي فيلينج ذا بلب كافيتي. اذا عندنا هون البي اللي هي الدنتين. اوكي. السي اللي هي كانت الاودونتوبلاست، هي مسطر واحد كامل من الاودونتوبلاست. اوكي. واحنا اتفقنا انه الاودونتوبلاست الاوريجين تبعها نون اكتوديرمال اوريجين. ليش؟ لانه هي موجوده حاليا عندنا وبتتجدد، وكانت من اللو ديفرنشيتد ميزنكايمال تيشو، من الكونكتيف تيشو الموجود هون في البلب. اذا هي البلب اللي احنا رح ندرسه احنا وياكم اليوم. البلب كافيتي اوكيبايز ذا سنترال اريا اوف ذا توث انكلوزد باي دنتين. كل ما يحيط به الدنتين هو البلب كافيتي. البلب هاز ذا سيلولار. اوكي. ذا بلب هاز ذا سيلولار فايبرس neural and vascular component of typical loose connective tissue. اوكي. اذا هو مكون من loose connective tissue. اوكي. في cellular وfibrous neural وvascular component. شو المين function لهذا البلب؟ اوكي. طيب اول شيء
The main function of the bulb is the production and maintenance of the dentine. How? مين بيعرف كيف؟ شو علاقة البلب بالدنتين؟ مين فيكو عمل حشوة عصب؟ أنا دكتور. طيب لما عملتوا حشوة عصب يعني شالوا لكم العصب، طب والعصب وين كان موجود؟ هيو. جوا الدنتين. No, the bulb has cellular, fibrous, neural, okay, and vascular component of typical loose connective tissue. إذا لما سحبوا العصب هم سحبوا البلب، أوكي؟ سحبوا البلب. طيب هلا شو كان وظيفة البلب؟ كان بيعمل مينتننس للدنتين، كيف؟ بدي أرجع للصورة اللي قبل، طلعوا. الأودونتوبلاست هي اللي كانت بتفرز الدنتين أو بتعمل مينتننس للدنتين، لما البلب هذا كله أفرغه. أوكي؟ آخذ الكونكتيف تيشو اللي هون، من وين راح تتجدد هي؟ الأودونتوبلاست ما راح تتجدد. راح يتحول السن لتركيب اثري، اوكي، وراح تموت هاي الاودونتوبلاست اللي هون، وراح نحط ماده هون تقتل كل خليه حيه، هاي بحشوه العصب المؤقته، بعدين بالدائمه بنحط ماده بتسكر البلب كافيتي وبتسكر الاودونتوبلاستيك بروسيسز، اوكي، واضح. اذا هون عندنا المين فانكشن اوف ذا بلب اللي هي برودكشن اند مينتنس اوف ذا دنتين. هلا فينا ريجن للبلب كافيتي، اول شيء ديفايدد انتو تو مين ريجنز اللي هي كورونال بنسميها، اوكي، ثواني اذا في عندنا جزئين من البلب كافيتي، الجزء الموجود بالكراون بنسميه كورونال بلب located within the crown of the tooth. وفي عندنا radicular bulb located within the root. إذا كان multi-rooted ممكن يكون أكثر من radicular bulb. إذا هون الـ A اللي هي coronal bulb والـ B اللي هي radicular bulb. طيب خلينا نشوف الـ structures within the bulb cavity. راح تشوفوا nerve bundles، اوكي، هيها راح تشوفوا arterioles B، راح تشوفوا الفايبروبلاست اللي هي الموست كومان كونكتيف تيشو سيل، لكن لاحظوا هذا المقطع كان longitudinal section. كيف عرفت انه longitudinal؟ لانه انا بعرف انه النيرف باندل بتدخل من الابيكال فورامين وبتطلع لفوق، اوكي، اذا this is longitudinal section. هلا بدنا نشوف كمان مرة الـ A اللي هي كانت arteriol، الـ B الفينيول المصاحب لإلها، والـ C النيرف باندل. كيف عرفت إنها cross section؟ طلع النيرف مقطوع بالعرض، أوكي؟ إذا direction of the nerve بدنا نعرف إنه بيدخل من الأبيكال فورامن وبيضل طالع لفوق، أوكي؟ ليضل طالع لفوق بيعمل لي نيرف بليكزس، بسموها نيرف بليكزس أوف راشكور. ماشي، اذا عندي هون الـ A اللي هي الاودونتوبلاست، الـ B cell free zone of well، هيها cell free zone of well، اما الـ C اللي هي النيرف فايبر اللي راح يعمل لنا هون نيرف بليكزس اوف راشكو. خلينا نشوف شو قصتها هاي النيرف بليكزس. هي sensory nerve fibers that originate from inferior and superior alveolar nerve. من وين؟ من superior والinferior alveolar nerves. إذن sensory nerve fibers originate from inferior and superior alveolar nerve, innervate the odontoplastic layer of the bulb cavity. تعمل nerve supply لمين؟ للodontoplastic layer of the bulb cavity. These nerves enter the tooth through the apical foramen as myelinated nerve bundles. They branch to form the subodontoplastic nerve plexus of Raschko. إذن وين موقعها؟ subodontoplastic، تحت الodontoplast، okay؟ which is
separated from the odontoplastic by cell-free zone of well. بترجع باك هي البليكسس اوكي الشبكه اللي هون وهي النيرف اللي عملها اوكي وبيفصلها عن الاودونتوبلاست بنسميها سيل فري زون اوف ويل ان اديشن تو ذا سنسوري نيرف في عندنا هون سمباثيتك نيرف باندل اولسو انتر ذا توث تو انيرفيت بلاد فيزل اذا في عندنا كمان نيرف اخر ولكن وظيفته انه يعمل انيرفيشن للبلاد فيزل هون الفاسكولار سبلاي اوف ذا بلاد كافيتي عرفنا النيرف هلا بدنا نشوف البلاد فيزل البلاد كافيتي ريسيفز بلاد فروم وان ارتري ذات انتر ذا ابيكال فورامين اند كورسز دايركتلي تو ذا كورونال بلب اذا ارتري بيجي بفوت وبروح على الكورونال بلب within the coronal bulb numerous arterial branches بعملنا هاي الصوره حقنا الدم بماده ملونه وهون عنا بورينا قديش branches عامل the blood vessel. إذا numerous arterial branches form an interconnected network of blood vessels زي ما احنا شايفين. The smallest capillary loop أصغر capillary loop وين بنشوفه؟ In the subodontoplastic zone. هون. إذا أصغر capillary loop بكون هون وأكبر vessel بكون بالنص. أوكي؟ طيب. إذا subodontoplastic region اللي هي لو جينا نشوفها هون في عنا هون cell free zone of well اللي هي لحظة one minute please طيب إذا cell free zone of well ها هيها المعرفة هون cell free zone B أوكي C cell rich zone والA الA اللي هي cell rich zone اوكي الB اللي هي cell free zone الC اللي هي odontoplastic layer اوكي والD الدنتين اذا cell free zone of well located below the odontoplastic layer cell free zone تحت الodontoplastic layer cell rich zone which is thought to provide replacement cell for odontoplastic dead dye اللي هي بتزود الأودونتوبلاست اللي بتموت بوحدة بديلة within this zone are the nerve plexus of Reschke إذا بين cell free zone والcell rich zone في عنا الزون اللي هي فيها nerve plexus of Reschke and capillary network إذا بيوصل عنا blood supply والنير سبلاي اللي عند السب اودونتوبلاستيك ريجن طيب هلا بدنا نشوف كمان what else we can see in the bulb تذكروا في البيرودونتال ليجمنت شفنا سيمنتيكلز هون في البلب ممكن نشوف دنتيكلز او بسموها ترو بلب ستون شو هي الدنتيكلز The formation of true bulb stone or denticle is a result of the differentiation of the bulb cell. يعني البلب سيل اللي هون اللي هي كانت تعمل replacement للأودونتوبلاست قبل ما تروح هون عملت differentiation وصارت أودونتوبلاست وهي موجودة وين في البلب. بهاي الحالة الأودونتوبلاست شو راح تعمل؟ راح تعمل دنتين. فراح يكون عندنا قطعة من الدنتين موجودة بنص البلب. إذا the resulting body has appearance characteristics of dentin, typical dentin. عشان هيك سميناها true bulb stone. With tubules radiating out from the center and pre-dentin around the periphery. في pre-dentin على البريفري. أوكي. وفي عندنا هون canaliculi كمان. اوكي او dental tubules فهمنا المصدر تبعها من وين انه صار differentiation للبلب سيل into odontoblast بدون ما تنتقل لوين للبريفري في عندنا اخيرا اللي هي false bulb stone اللي هي
بنشوفها في البلب كافيتي. هي البلب كافيتي اوكي، وهي في عندنا فولس بلب ستون. ليش سميناها فولس؟ The formation of false bulb stone is caused by the non-specific calcification of tissue around central nucleus within the bulb cavity. إذا في عنا central nucleus وصار مجرد calcification، يعني الfalse bulb stone مش denticles، مش dentin. This bulb stone is characterized by concentric layer of mineralization rather than radiating tubule as seen in true bulb stone. واضح؟ إذا هيك هاي الأشياء اللي إحنا حبينا نحكيها اليوم عن البلب. Do you have any question قبل ما ننهي محاضرتنا لليوم؟ صايمين؟ صايمين الحمد لله. منا. في عندكم أي سؤال؟ لا دكتور. لا دكتور. طيب موفقين وبنشوف next time. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور.